نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن الله سبحانه قد سلم موسى التوراة يدا بيد؟ الله جل وعلا أعطاه التوراة، أعطاه التوراة كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وعده 30 ليلة وأتممها بعشر فصارت 40، وذهب موسى لميقات ربه وكلمه الله وأعطاه التوراة، إما بواسطة الملك أو الله أعلم، مهم أنه أعطاه الألواح. نعم. يقول فضيلة